السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد في قناة المنهد. اليوم راح نقرر تم درس 5 من المقطع الثالث اللي هو الأعداد النسبية لسنة ثانية متوسط. هذا الدرس طلبوه مني التلاميذ في تعليقات، هو والمجموع الجبري على العموم. بقوا هذا 2 دروس فقط في هذا المقطع، ومن بعدك نروح مباشرة إلى المقطع الهندسي القادم اللي هو متوازي الأضلاع. نعم. نشاط 5 صفحة 41. وش يقول انه عندي مستقيم مدرج كما راكم تشوفوا فيه. طلب مني اني نحط عليه الفواصل تاع ا وبي وسي ودي، حيث فصيلة ا هي 3، فصيلة بي هي 5، فصيلة سي هي -1، وفصيلة دي هي -6. انا افضل اني من الاحسن انا نعاود نرسمه باش يعني نفضل انه يكون رسمي، باش نتوما تاني ترسموا معايا. دونك انا راح ندير هذا هو المستقيم المدرج تاعي. ندير الصفر في الوسط. دونك هنا عندي -1، عندي -2، عندي -3، -4، و -5. هنا -1، -2، -3، -4، -5. إذا لازم نطول فيه باش يولي عندي -6. نخرج شوية هكا. إذا ها هي -6 تاعي، وعين عليه الفواصل التالية. إذا نبدأ فاصلة أ. أ هي عند -3، إذا عندنا 1، 2، 3. إذا هذه هي فاصلة أ اللي هي وشنو؟ هي -3. ب هي -5، إذا 1، 2، 3، 4، 5. إذا ها هي وين؟ البي اللي هي -5. السي هي عند -1، ها هو -1، والدي هي -6، ها هي وين؟ -6. صح. الآن عين عليه المسافات AB، AC، BC، CD. نبدأ بالمسافة AB. إذا AB وش رأيكم في هذه المسافة؟ لنفرض أنه عندي كل تدريجة بواحد سنتيمتر، إذا ما رأيكم في هذه القطعة المستقيمة؟ ما رأيكم في القطعة المستقيمة AB؟ كم طولها؟ يعني نفترض أنه هذا المستقيم راه وحدة الطول تاعه هي 1 سنتيم. إذا مش رأيكم في AB؟ تتكون من كم سنتيمتر؟ إذا AB هي 2، إذا الوحدة الأولى، الوحدة الثانية. الآن طلب مني المسافة AC. إذا المسافة AC عندي ها هي القطعة المستقيمة AC. هذه هي. دونك شحال فيها؟ فيها سنتيم، 2، 3، 4. اذا اسي شحال تساوي؟ تساوي 4. صح. ما نكتبوش انا سنتيمتر باسكو ما عطانيش وحده الطول. صح. نروح الان البي سي. الوغ بي سي، بي سي، اذا 1، 2، 3، 4، 5، 6. دونك بي سي هي 6، هي 6 وحدات أو 6 تدريجات. الآن نروحو للسي دي اللي هي آخر وحدة عندي. سي دي هادية، هادي صح. نحسبو 1، 2، 3، 4، 5. جيد. إذا سي دي تساوي 5. صح. الآن سؤال ب، أحسب المسافات AB وAC وBC وCD باستعمال فواصل النقط، ثم قارن النتائج مع A. صح. الآن وش راح هو وش حاب يقول لي؟ حاب يقول لي ديري عملية طرح، إنه أنا باش نلقى مسافة لازم مسافة وشنو هي؟ يعني مثلا حنايا أنا في درس تاع السرعة كامل، شنو هي المسافة؟ هي نقطة البداية ونقطة النهاية. نقطة النهاية نقصها من نقطة البداية أجد المسافة التي قطعتها. يعني مثال، أنا كنت متوقف عند 3 متر
عن بعد البيت، ومشيت حتى لحقت مثلا 8 متر بعيدا عن البيت. اذا في الاخير وشحال انا مشيت؟ هي 8 ناقص 3 اللي هي 5 متر. دونك حنا رايحين نديروها كما راه يحوس. الوغ نبداو بالابي، المسافه ا بي. اذا نبداو بالفاصله تاع بي بما انه هي النهايه، ونقصها من الفاصله تاع البدايه اللي هي ا. دونك تولي عندي زائد 5 ناقص زائد 3. رأينا عملية الطرح في وقت فات، واش قلنا؟ قلنا العدد الأول نخلوه كما راه، والعدد الثاني نديرو المعاكس تاعو. شنو هو المعاكس تاعو؟ هو وشنو هو المعاكس تاع زائد 3؟ هو ناقص 3. إذا الآن أصبح لدي عددين ليس لهما نفس الإشارة، إذا أطرح وأقوم بوضع إشارة العدد الأكبر. إذا هي زائد 2. نروح الآن المسافة الثانية اللي هي مسافة AC. دونك AC، إذا نديرو قبل فاصلة C. فاصلة C هي ناقص 1 ناقص فاصلة الأ. الأ شنو هي؟ هي زائد 3، صح. ناقص 1 لا تغير من إشارتها. عملية الطرح تصبح جمع، والعدد الموالي نضع معاكسه في مكانه، زائد 3 ناقص 3. إذا هي ناقص 4. نروح الآن البي سي. نروحوا البي سي، صح. بي وش سي؟ نبدأ عفوا بالسي. هي ناقص 1 ناقص زائد 5. أيضا ناقص 1 لا تغير من إشارتها، ولكن زائد 5 نقوم بكتابة معاكسها وتغيير إشارة الطرح إلى جمع، فتصبح ناقص 6. أخيرا بقيت لي سي دي. سي دي، إذا ما هي فاصلة الدي؟ هي ناقص 6 ناقص فاصلة السي اللي هي ناقص 1. نفس الشيء، العدد الأول لا يغير من إشارته، والعدد الثاني بلا يغير من إشارته، وعملية الطرح تتحول إلى جمع. إذا هنا هي ناقص 5. إذا هنا راح نبدأ نشوفه. أنا الأبي شحال كانت عندي؟ كانت عندي 2. والأبي كي درتها بطريقة العملية الطرح أو بطريقة الفواصل خرجت لي زائد 2. الأسي خرجت لي 4. هنا الأسي خرجت لي ناقص 4. البي سي هنا يا 6 وهنا ناقص 6. واخيرا سيدي هنايا 5، اما هنا فهي ناقص 5. اذا هناك فرق بين النتيجتين، ولكن الفرق سوف نفهم كيف يكون. لحظه، اقوم بجلب النتيجه او الدرس، حيث يقول الدرس أنه المسافة دائما إشارتها موجبة. المسافة دائما هي عدد إشارته موجبة. ما معنى ذلك؟ يعني كي تلقى الرقم هكذا زائد، أقوم بمسح إشارته فتصبح 2. صح. وهنا ناقص 4، أقوم بمسح إشارته فتصبح 4. نفس الشيء بالنسبة لستة، ونفس الشيء بالنسبة الخمسة. دائما المسافة هي موجبة، أو المسافة تكون بدون إشارة، تقوم بمسح الإشارات. الآن بعد ما مسحنا الإشارات، لاحظوا ماذا أصبح لدي؟ أصبحت لدي 2 2، 4 4، 6 6، و5 5. إذا في المسافة دائما النتيجة نكتبها بدون إشارة. هذه هي الشيء الذي تمتاز به المسافة، لأنه في المسافات ما كانش حاجة اسمها سالبة وحاجة اسمها موجبة، هي عبارة عن قيس، عبارة عن قطعة مستقيم، فنأخذ قيمتها
المطلقة. ما معنى قيمتها المطلقة؟ يعني بدون إشارة. الآن بعد ما كملنا النشاط نروحوا للتمرين طبعا باش دائما نفهمه. الآن قال لي استنتج قاعدة لحساب المسافات بين النقطتين علمت فاصلتهما. إذا القاعدة ما هي؟ أقوم باستعمال عملية الطرح اللي قريناها في الدرس السابق، ولكن بشرط أن النتيجة أكتبها بدون إشارة فقط. هذا هو الفرق بين المسافة وعملية الطرح، لأنه في الأخير المسافة هي عبارة عن عملية طرح، هي عملية طرح عددين نسبيين، ولكن نكتب النتيجة بدون إشارة، أو نكتب النتيجة بقيمتها المطلقة. ما معنى قيمتها المطلقة؟ يعني بدون إشارة. الآن راح نجيبه مع بعض التمرين اللي المفروض ماموني حطته هنايا. ماموني هذا هو فوالا. عين المسافتين ا بي و سي دي في كل حالة من الحالات التالية، اللي هو تمرين 35 من صفحة 48. دونك هنايا تمرين 35 صفحة 48 نكتبوها. إذن حل تمرين 35 من الصفحة 48. Voilà, en gras et souligné. Voilà. صح. الآن التمرين 35 أعطاني الحالة A، الحالة B والحالة G. في كل حالة راح نحسبوا المسافات، مسافة عواج، مسافتها AB والمسافة تاع CD. هنا تحاولوا تحسبوها عن طريق استعمال المستقيم المدرج، تحاولوا تستعملوها عن طريق استعمال طرح عددين نسبيين، لكن أنا نظن باللي هنايا لازم نستعمل طريقة طرح عددين نسبيين، لأنه هي الطريقة الجديدة اللي لازم التلميذ يتمرن عليها ويتعلمها. نبدأ الآن بالمسافة AB في الحالة ألف تساوي. إذا قلنا نبدأ دائما بفاصلة النهاية. هنا النهاية وشنو هي؟ هي B. دونك 0.6 طبعا نديها بإشارتها، ناقص فاصلة الأ وشنو هي؟ هي ناقص 2.3. إذا 0.6 لن تغير من إشارته، لأنه العدد الأول لا يغير من إشارته. عملية الطرح تتحول إلى عملية جمع، والعدد الموالي نكتب في مكانه المعاكس. ما معنى المعاكس؟ يعني نفس العدد فقط نغير من إشارته. الآن كم تصبح النتيجة النهائية؟ أو A B مسافتها شنو هي؟ هي 2.9 موجبة. لكن وش قلنا احنا على المسافة؟ قلنا ان نكتبوها بدون اشارة. اذا النتيجة النهائية المسافة AB هي 2.9. نروحوا الان ال A سي دي. فوالا للسي دي. الان سي دي راح نحسبوها هنا. إذا وشنو هي فاصلة دي؟ هي 1. وشنو هي فاصلة سي؟ هي ناقص 0.1. إذا +1 لا تتغير، عملية الطرح تتحول إلى الجمع، ونقوم ب إذا النتيجة النهائية هي 1.1. إذا سي دي أو مسافة سي دي هي 1.1 بدون إشارة. بدون إشارة. الآن نروحوا للحالة B. دونك الحالة B. إذن الـAB إذن ناقص 12 زائد ناقص 5. عفوا عملية طرح وليست عملية جمع.
ناقص. إذا الآن ناقص 12 لن تتغير، ولكن عملية الطرح تتغير والعدد الموالي يتغير أيضا. إذا الآن لحظة معي، وأصبح لدي عدد سالب وعدد موجب. ماذا تقول القاعدة؟ تقول عددين مختلفين في إشارة أقوم بعملية الطرح ووضع إشارة العدد الأكبر. دونك 12 كي نقص منها 5 واش تعطيني؟ هي المفروض تعطيني ناقص 7. علاش؟ لأنه ندو إشارة العدد الأكبر. هنايا شكون الأكبر قيمة مطلقة؟ هو الـ 12. إذا ندي إشارته، لكن بما أنني في المسافة سوف أقوم بمسح الإشارة. الآن نروح للسي دي، نروح للسي دي تاع الحالة ب. إذا السي دي نبدأ بالفاصلة تاع دي اللي هي ناقص 10 ناقص زائد 3.5. إذا ناقص 10 لن تتغير، ناقص تصبح زائد، وهنا نقوم بكتابة العدد المعاكس. إذا الآن عددين لهما نفس الإشارة أقوم بجمعهما ووضع الإشارة المشتركة. إذا المسافة CD هي وشنو هي؟ هي 13.5. ما نكتبوش الإشارة، أنا نكتبها بالعاني قدامكم ونمحيها باش تفهموا باللي لازم نمحوها. إذا هذه المسافة سي دي وهذه المسافة أبي. وش بقالنا الآن؟ بقاتنا الحالة جيم. الحالة جيم مانيش راح نصححها لكم، راح نصححوها انتم ونستناها الإجابة تاعكم في التعليقات. في التعليقات راح تكتبوا لي، تكتبوا لي بكل بساطة، تكتبوا لي أبي تساوي سي دي تساوي، وتعطوني هنا القيمة بدون إشارة. انتظروا تعليقاتكم. إلى اللقاء في فيديو جديد في الأيام القادمة إن شاء الله.